المجرم؟ انت القاتل؟ حضرتك؟ حضرتك القاتل؟ قاتل التاريخ؟ انت المجرم اللي بيحفر الارض ويحطم مقابر عرايس النيل؟ عرايس يا فندم، بتكلم كويس. فين الورقة؟ فين الورقة؟ اسمه سامي، سامي فؤاد من المنيا. مي حكاية المنيا دي اللي كشفت كل حاجة؟ اكتشفت ايه يا فندم؟ مؤامرة. مؤامرة؟ المهندس ده من المنيا، يعني من نسل الأسرة التاسعة. والأسرة التاسعة كان بتحقد على الأسرة السادسة اللي أنشأت مقبرة عروس النيل. ودلوقتي بعد آلاف السنين يجي واحد من سلالتهم يتم رسالة أجداده؟ إنما ده بعده. في المهندس؟ مهندس؟ هو اللي هناك يا فندم. متشكر. يا مجرم، يا قاتل، يا محطم التراث الإنساني، يا لص الخلود، يا عميل الأسرة التاسعة. فهمني أنت عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز أمنع أكبر جريمة في التاريخ، عايز أمنع مغفل زيك من تحطيم الخلود. خلود إيه يا أخي ناهو؟ عاسبني. أسيبك؟ أسيبك إزاي؟ أسيبك تحطم على عايز النيل؟ عايز النيل إيه؟ أوعى راجل مجنون أنت؟ يا ناس يا هو، ما تحوش الراجل المجنون ده؟ أنا مجنون يا محطم التراث الإنساني، أنا مجنون؟ أيوه مجنون. معلش يا فندم، هو خلاص هيبطل حفر. أبطل حفر إزاي؟ خلاص 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 خلاص. وأنا هجيب أمر بعدم الحفر، هجيب قرار وزاري. كلام صح يا فندم، وأنا هفضل أنا أهو علشان محدش يعرف كده. أنا متشكر، ما تعرفناش ببعض. أنا الدكتور حسن، عالم الآثار ومكتشف أسباب حول عينين تحتمس الثالث، ودي تلمسني بسكرتيرتي ليلى عبد الواحد أحمس. تشرفنا. أنا فؤاد. فؤاد رمسيس يا فندم. تشرفنا. متشكرين يا فندم. مع السلامة يا فندم. إيه الحكاية يا رمسيس؟ فهمني. يا عميل الأسرة التاسعة. تسعة إيه وتمنت إيه؟ أوه مش وقته. ابتدي الحفر. يلا. ادخل. بسمع يا أستاذ لما أقول لك. المسألة مش فارغة، فاهم؟ عمل ايه تاني الراجل بتاع الجاز؟ انا بتاع الجاز، انا سامي فؤاد، في حاجه تانيه؟ انت خدعتيه، انت نصاب، انت كداب. انا مش عاوز شتيمه، انا جاي احذرك ان انا مدي امر العمال، اي حد منكم يقرب من موقع هيتحدف في البحر. بحر ايه يا معتدي على اجدادك؟ يا عميل الاخر. بطل شتيمه، المساله مش هزار. طبعا مش هزار. وعاوز افهمك حاجه، لو ما لقيناش البريمه هبلغ البوليس. بريمه ايه يا جدع انت؟ اللي حضرتك سرقتها. اخص عليك يا قليل الحياة، أنا سرقت البريمة؟ لا العفاريت. يمكن. حصل إيه في البير بتاعت الجاز؟ اتردم. اتردم؟ البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت؟ البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت، البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت، البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت. ليلى، أنت معايا؟ البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت. البريمة اتسرقت وبير الجاز اتردمت. دكتور عرفت. كبسوس فانتوس. كبسوس فانتوس. كبسوس فانتوس. فانتوس. كبسوس فانتوس. بس يا راجل يا ملحوس. مبروك يا فندم. ده انت وقعتك سودا. ده انت وقعتك مهببة. مهببة؟ أنا مش هرد عليك. المسألة تطورت. تطورت جدا. فكرك هيعتقوك. أما مين دول؟ أجدادك الفراعنة. فكرك هيسيبوك تعبس بمقابرهم؟ فراعنة إيه ومقابر إيه؟ أنا جاي أحذرك من حاجة يا أستاذ، اللي هيقرب من المنطقة اللي أنا فيها هقطم رقبته. أنت متأكد إنهم عفاريت؟ طب مش بسم الله الرحمن الرحيم، يبقوا مين بقى؟ أنت ما سمعتش عن لعنة الفراعنة؟ سمعت. طيب، إيه عملت إيه؟ رحت للراجل المجنون بتاع الآثار. وقال لك العفاريت برضه. يا رئيس رشوان، أنا عاوز راجلين جدعان يحرسوا الموقع الليلة ولا يغمضوا. حاضر يا باشمهندس. اسمع يا عبد الله، أنا عايز اتنين ضروري النهاردة عشان يحرسوا الموقع. لا العمال مش عايزة. كده يا عبد الله؟ يعني مفيش فايدة؟ ما تأخذنيش يا باشمهندس، الرجالة خايفة. خايفة؟ في رجالة تخاف؟ شوف لي راجلين زي ما قلت لك. مش فاضيين. يتفضلوا روحوا في 60 دقيقة. يا باشمهندس احنا غلطانين، اللي بنشغل وسط الاثارات، احنا مش قد لعنه الفراعنه. مفيش حاجه اسمها لعنه الفراعنه يا غبي. اتفضل مع السلامه انت كمان. ايه ايه كده؟ انت حر. رايح فين انت كمان؟ ماشي. الله، مش عايز تقعد لوحدك؟
خليك هنا بلاش دلع لما اشوف اخر ده ايه. والله انا قلبي مش مطمن الحكايه دي خالص. مش انت بتاعت الجاز؟ انت بتاع الجاز. طيب انا بتاع الجاز، انت مين وجايه هنا ليه؟ جايه عشانك. عشان انا؟ طيب مش نتعرف ببعض قبله؟ انا سامي بتاع الجاز، وكمان عارفه اسمي، حاجه حلوه خالص. طب وسيادتك اسمك ايه؟ هميس. ايه؟ هميس ست حط ست نفر ست اتون. مش معقول مفيش حد اسمه كده في الدنيا. هميس هميس هميس. عايزه مني ايه يا ست هميس؟ انت. انا؟ لا يا ظاهر المساله هتطول. تعالي تعالي تعالي. قولي لي بقى مين اللي بعتك؟ اتون اله الشمس ابويا. هو ابو حضرتك بيشتغل اله؟ ايوه. اه طب وابو حضرتك بجلالة قدره عاوز مني ايه؟ عايزك تسافر. اسافر؟ اسافر فين؟ من هنا. انت باين عليك صريحه. قولي لي بقى اتون اله الشمس ده مش يبقى برضه هو الدكتور حسن؟ حسن ازاي؟ حسن اللي اكتشف حاول تحطمس جوز خالتك. تحطمس مش جوز خالتي، خالي جوز خالتي. يبقى في وسيط. وسيط؟ يعني حد قالك؟ ايوه اتون. يبقى اتون قال لحد والحد ده قالك؟ ايوه اخيت اتون. اخوكي مين؟ اخيت اتون ابن اتون اله الشمس ابويا. اسمعي الكلام الفارغ ده ما منوش فايده، لو كانوا هما فاهمين هيضحكوا عليا بواحده زيك يبقوا غلطانين. اتفضلي من غير ما ترد، قولي الاتون بتاعك اللعبه ما نفعتش. مين فين جاي؟ خلاص راح. هتعمل ايه؟ فلسع مين؟ مش حاجه. مش هتبطل العاده بتاعتك دي؟ عاده ايه؟ اتفضلي انت رخ. في حد خرج من جنبك؟ لا مفيش. ده انا لسه مطلعها من الدولاب. ايه يمكن عند المكواجي؟ هي ايه اللي عند المكواجي؟ البدله. مش بتقول لسه مطلعها من الدولاب؟ بدله يا بني ادم. هميس كانت واقفه هنا بتكلمني دلوقتي. والله مش مصدقني. اسمع انت قاعد تكلم نفسك وتقولي كان في واحده هنا، اجي اكلمك على عفاريت تقولي بلاش كلام فارغ. انا راح انام ومسافر بكره، ده اذا جاني نوم يعني. الراجل بيكلم نفسه؟ حد يكلم نفسه الا اذا كان مجنون. Thank you.
معقول، مش معقول. ما اعرفش حبيتك ليه. ليه؟ ليه؟ بونجور يا سامي. أقدم لك الدكتور شديد. مش دكتور بالظبط يعني، تقدر تقول كده أخصائي نفساني. اتفضل يا دكتور. لا مؤاخذة يا فندم، مش هقدر أعزمكم على أي حاجة عشان مدي إجازة للخدام. معلش يا أستاذ سامي، إحنا ما إحناش ضيوف. يا دكتور، كان سامي في الأقصر والظاهر إنه تعب هناك شوية. الشمس، لازم من الشمس. لا يا فندم، وأنت الصادق، إله الشمس. إله الشمس؟ أيوة يا فندم، أتون. وماله يا أخويا، أتون أتون بس يعيش. يعيش إزاي يا دكتور؟ ده ميت بقاله 5000 سنة. والله ما دريت إلا منك دلوقتي. البقية في حياتك يا ابني، شد حيلك. هو في الحقيقة ما ماتش لأنه إله، وابنه اسمه أخيت أتون، وأتون قال لأخيت أتون يقول هميس إنها تمنعني. آه يا عيني، ما أبدعك، ما أروعك. أنا هبعت لك الجماعة من تحت. مع السلامة. هميس، هميس يا حياتي، هميس. إلا قول لي عدم المؤاخذة، حضرتك بتشتغل في وزارة الأشغال؟ اشمعنى؟ أصل حضرتك قاعد تقول الهويس الهويس الهويس. أنا بقول هميس يا دكتور. هميس دي آخر عروسة نيل في الأسرة السادسة. السادسة؟ طبعاً. وليه ما تكونش السابعة ولا الثامنة؟ هو كادر يا دكتور، دي أسرة عائلات. طيب يا اخويا ما تزعلش نفسك، عائلات عائلات، انعم واكرم. صباح الخير يا هميس، جيت في الوقت المناسب، اسالها انت بنفسك. هي مين يا ابني؟ هميس واقفه ورا كتفك. واقفه ورا كتفي انا؟ واقفه ورا كتفي ليه؟ هي كده تحب تلعب زي العيال الصغيره. ده ايه الفتوح ده كله؟ ده انت مهول، ربنا يزيد ويبارك. وريله نفسك يا هميس. لا، ما حدش يشوفني ولا يسمعني غيرك. ما هي دي المصيبه، أرجوك تظهري ولو دقيقة واحدة علشان يشوفوكي. ده أنت لقطة، سبحان من أبدعك. هميس اعملي معروف، الحكاية بقت جد. يا ملكوت الله. أهي راحت، كويس كده؟ راحت. طيب يا أستاذ، أنا عندي اقتراح هيعجبك أوي. اتفضل. حضرتك عندك مانع تشرف عندي في المستشفى؟ مستشفى؟ مستشفى إيه؟ المستشفى الخصوصي بتاعتي. ليه؟ عشان ترتاح. هو انا قلت لك ان انا تعبان؟ هو انت لازم تقول لي، ما المساله واضحه زي لطشه الشمس. ايه دول؟ دول هيساعدوك. لو حد منكم قرب مني هفقع نفوخه، فاهمين ولا لا؟ تسلم ايديكوا يا اولاد، تسلم ايديكوا. اربطوا لي الزبون بقى، اربطوا. ايوه. ايوه ايوه، عال. يلا يلا يلا. طبعا عال عال عال، على خيرة الله. معلش، يلا اللي في الخير يقدمه. ربنا يستعد بالسلامة يا حبيبي. كفاية بقى، انا لسه ما موتش. انت زعلان مني؟ لا، مبسوط قوي. انا عملت كده عشان مصلحتك. مصلحتي ان انا اخش مستشفى مجازيب؟ ومين بس قالك انها مستشفى مجازيب؟ امال ايه، مستشفى ولاده؟ دي فيلا عشان الناس اللي اعصابهم تعبانه وكل ولاد الزواج بيدخلوا فيها. اولا انا مش من ولاد الزواج، ثانيا انا اعصابي مرتاحه، مرتاحه خالص. اهو ترتاح لك فيها يومين. يوه، انا مرتاح، مرتاح خالص، والله مرتاح، مرتاح. الظاهر انك مبقتش طايق كلامي. انا مش طايق نفسي. طب انا ماشي، مش عايز مني حاجه دلوقتي. لا متشكر، هاجي لك بكره الصبح. مع السلامه.
انا ليه؟ انا ازاي؟ انا امتى؟ امتى؟ انا مالي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت جيت امتى؟ النهارده. وقعد كتير؟ والله مش عارف. هما برضو اللي جابوك؟ هما مين؟ اللي جابوني. هما مين اللي جابوك؟ رواد الفضاء. رواد الفضاء؟ ايوه. اصل انا جيت الفضاء هنا من غير سفينة. من غير سفينة؟ من غير سفينة. شوف يا اسطى، اجي ليه بسفينة وانا مش عاوز؟ وبعدين؟ مش سيادتك سألتني قلت لي هتقعد هنا كتير؟ ايوه. اديني قلت لك. سلام عليكم. وعليكم السلام. انت بتطردني؟ ها؟ انت بتطردني؟ انت ضح؟ انت ازاي؟ وستين ازاي كمان؟ انت ليه؟ انت ديكي ديكي، انت صديقي، انت انيس البيت رفيقي. امشي. جدع، انت بتغض كويس. امشي. كويس كده؟ اخرتها مستشفى المجازيب. ما تزعلش. كل واحد يقول لي ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش، يعني اعمل ايه؟ افرح؟ طبعا تفرح. افرح ليه بقى؟ عشان انا فرحانه. يا سلام، وفرحانه ليه؟ عشان بحبك. بايه؟ بحبك. هو ده وقته؟ هو انتوا عندكم الحب له وقت. الظاهر عندكم المسائل كانت سايحه على بعضها. لا، احنا عندنا كل حاجه لها وقتها. احنا كمان كان كل حاجه لها وقتها، لكن الحب كان كل وقت. فضينا من السير المهببه دي، خلينا في المصيبه بتاعتي. مصيبه ايه؟ مصيبه السجن اللي انا مسجون فيه ده. ما تخرج. اخرج ازاي وكل باب مسنكر بعشرين مفتاح؟ اول ما سقف بايدي امشي ناحيه الباب. دلوقتي بقينا لوحدنا، تسمحي تقولي لي ايه الحكايه بالظبط؟ انت جايه ليه؟ واشمعنى اخترتيني انا بالذات؟ عشان انت بتحفر الارض. ما في ناس كتير بيحفروا الارض. لكن انت بتحفر الارض اللي فوق المقابر بتاعتك. طب وبعدين؟ وبعدين؟ بعدين بعتوني عشان امنعك. مين اللي بعتك عشان تمنعيني؟ اتون. فكرتيني. اتون قال لي اخونا اتون. اخت اتون. طب هتمنعيني ازاي بقى؟ همنعك. انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا. طب سؤال واحد كمان، اشمعنى اختاروك انت بالذات؟ عشان انا اخر عرايس النيل. بالقصه السادسه. مظبوط. تسمحي تبطلي لعب وتردي عليا؟ اتعلمتي عربي فين وازاي بالسرعه دي؟ عربي؟ اي لغه عندنا احنا في 5 دقايق. كده. طب تسمحي بقى في 5 دقايق تحلي لي المشكل ده؟ عايز يعني؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ انك تظهري قدام الناس ويشوفوكي زي ما انا شايفك، يسمعوكي زي ما انا بسمعك، علشان ما يقولوش عليا مجنون. ازاي ده يحصل؟ ما اعرفش. اتون. ومين هيقول لاتون؟ اخيتاتون. وانا هقول اخيتاتون. هو هيرضى؟ على شر. تقول تبطل الحفر وتسيب العرايس مطرحها. يا حبيبتي انا بحفر عشان الناس، عشان البلد. ولا علشان نفسك؟ عشان تبقى مكتشف عظيم وتاخد فلوس. يعني كده وكده يعني. خلاص خليك مجنون. يعني ايه؟ يعني يا تبقى عاقل وتبطل حفر، يا تحفر وتفضل مجنون. حاجة حلوة خالص. عايز الناس تشوفني؟ يا ريت. تسيب البترول؟ ده مستقبلي يا ميس. احفر في حته تانيه. حاضر. هقول لاخيك. هو هيقول لاتون؟ شاطر. خلاص؟ خلاص.
اسمعي بقى، انت تنامي هنا وانا هنام بره. لا انا وانت ننام هنا. مش ممكن. ليه؟ علشان ما يصحش. ما يصحش ليه؟ اسمعي بقى، انت صغيره وانا انا مش صغيره، انا عمري 4617 سنه. انت عمرك كام؟ تيجي تاكلي اللقمه معايا؟ اكل ليه؟ انت مش جعانه؟ انا ما اكلش. اجي اتفرج عليك. هاي خميس. يلا انت زوجتي تاني. ماما انت عملت كده ليه؟ ايه اللي دخلك هنا؟ تابوت. تابوت ده ايه؟ دي تلاجة. يعني دولاب بنحط فيه الحاجات عشان تفضل ساقعة. أنا ساقعة. هليسة. يعني إيه هليسة؟ يعني بحبك. Thank you.
خليصة خليصة. السلام ورحمة الله، اسف. اهلا وسهلا، اتفضل. واخرتها؟ كنت بقول واخرتها. اخرت ايه؟ اخرت المصيبة اللي احنا فيها. مصيبة ايه؟ مصيبة ايه؟ ما انتش عارف مصيبة ايه؟ خلاص انا غلطان. فهمني، عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول حضرتك هتفوق امتى وتشوف حالك ومحتالك وشغلك. شغلي ايه؟ هو في شغل؟ طبعا، اكل عيشك. طب هو انا عملت حاجه؟ مش المدير مديني اجازه؟ عشان الكلام الفارغ اللي انت بتقوله. فضك بقى من الحاجات دي واعقل. اعقل بقى. انا عاقل عاقل عاقل. لا، باين باين. شوف مين. حاضر. اهلا سياده المدير. ازيك يا سامي؟ الحمد لله يا فندم، اتفضل. استاذن انا بقى. لا خليك، انت مش غريب كده بقى يا سامي. انا جاي اكلمك كلمتين قدام فتحي، وفتحي زي اخوك. طبعا، اتفضل يا فندم. انت من يوم ما رجعت من الصعيد وحالتك غريبه جدا. ازاي يا فندم؟ والله انا مش عايز اخش في التفصيلات، كلنا عارفين ايه اللي بيحصل. ولا ايه يا فتحي؟ جدا جدا يا فندم، دي حالته صعبه خالص. ما اخبيش عليك، انا استشرت عدد كبير من الدكاتره، لانك انت طبعا عارف تهمني قد ايه. طبعا يا فندم طبعا. اولا انت انشط مهندس عندي في الشركه. ثانيا ديدي بنتي لازم تكون سعيده في حياتها. طبعا يا فندم. الدكاتره طمنوني وقالوا لي ان في اسباب كتير للحاله دي، انما كلها مسائل عرضيه تزول بسرعه. وفي دكتور نصحني نصيحه هي دي اللي انا جاي علشانها. ايه هي يا فندم؟ الحل الوحيد انك تتجوز. تتجوز؟ وماله يا اخي؟ اتجوز نص الدين. اسكت انت بس يعني. ايه؟ ما انتش موافق. لا يا فندم، مش مساله مش موافق، لكن ديدي وافقت نتجوز وانا لسه في الحاله دي. انا اقنعتها. ودي مسألة علمية يا أخي، أفتوا فيها الدكاترة. الدكاترة؟ أيوة، واحد من كبار أطباء النفس قال لي إن سبب الأزمة اللي عندك دي يجوز يكون من مراهقة متأخرة. مراهقة؟ ما تهدى يا سامي. أنت عارف إن نفس الإنسان معقدة، وأحيانا أطوار النمو بتتأخر. قصدك إيه؟ أنا مراهق؟ أنا مراهق؟ ما أنا مراهق؟ اسكت. لا مش قصدي، يعني الأحلام اللي بتحلمها عروس النيل دي هي عروس الأحلام. أحلام إيه بس؟ دي رواسب من فترة المراهقة، الجواز هيخلصك منها تمام. مراهقة إيه يا عالم؟ ده أنا المراهق قال. خلاص يا أخي، الله، هتقاوح الدكاترة كمان. إيه رأيك؟ نكتب الكتاب يوم الخميس؟ بعد بكرة؟ وليه لا؟ أنا قصدي يعني كنا نستنى شوية. الجواز في حالتك دي يعتبر علاج، وكل ما كان العلاج أسرع، كل ما كانت النتيجة مضمونة. خلاص، كتب الكتاب يوم الخميس والدخلة بعدها على طول. ألف مبروك يا سامي. أنا سعيد جدا إن أنت وافقت، وإن شاء الله النتيجة هتكون خير، خليك أنت بقى. عجبك كده؟ بس بس يا مراهق، كسفتنا. ايه